بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شام کے اذکار نمی دعا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اس دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ، میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ، میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر و فاقہ سے. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.